الحمد لله، هو اهم حاجه انك تلعب راجل، والمركز يعني مش مهم قوي. احنا كده لعبت كذا مره باك رايت الحمد لله، يعني انا برتاح في يعني في المساك اكتر، لان معظم لعبي كان في المساك، بس عادي مفيش مشكله يعني نلعب باك رايت. كده كده اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز ده يبقى جوكر في الفرقه بينفع. الشوط الاول كنا احنا فردين السيطره، بس الشوط التاني هم قعدوا يقفلوا علينا، بس كابتن علاء قال لنا اهدوا. يعني كنا بنعرف نلعب شويه بسبب توجيهاته وتوجيهات كابتن طارق وكابتن احمد توفيق، ويعني عرفنا نلعب شويه في الشوط التاني، بس هم كانوا ضاغطيننا اكتر. الحمد لله حاولنا، عايزين نعمل سكور عن الماتش اللي فات، عشان الماتش اللي فات حاولنا نجيب برضو، ربنا مش وفقنا، بس الحمد لله يعني قدرنا نخلص الماتش بهدف وخدنا 3 نقط. الحمد لله، يعني هي ما دام اللعيبه رجاله وبننفذ تعليمات الكابتن، اللعيبه كل واحد فيهم بيأدي برجوله، وما دام كل واحد فينا بيلعب برجوله خلاص تمام، ان شاء الله الامور تبقى سهله. الحمد لله يعني، وبشكر كل اللعيبه والجهاز الفني والاداره وكله، الحمد لله. وتعبنا يعني عشان كده ربنا اكرمنا في الملعب وهدينا الفوز ده يعني.